مشاهدي 360 مرحبا بكم في حلقه جديده من نايدة في هوليوود، واللي من خلاله سنتعرفوا على حياه العديد من المغاربه الناشئين في امريكا. والضيفه ديالي اليوم جات من مراكش الامريكان تتقلب على الحلم الامريكي قبل ما تعيشه وتصبح اصغر مصممه ازياء مغربيه في هوليوود. انها مينا بينبين. مينا مرحبا بك معنا في 360. اول سؤال، فوق جيتي الامريكان وكيفاش دخلتي لعالم الموضه؟ انا جيت لسان دييغو في 2013، ومن بعد عام ديال القرايه جيت في لوس انجلوس. لوس انجلوس معروفه بهوليوود وعالم الفن، دونك جي ديسيدي باش ندخل في هذا العالم ديال الموضه. كيفاش توصفي لنا لا كوليكسيون ديالك؟ لا كوليكسيون ديالتي هي اون كوليكسيون مودرن توندونس، وهي صالحه لجميع العيالات سواء مغربيات سواء اجنبيات. مؤخرا قدمتي عرض ازياء هنا في لوس انجلوس سميتيه مراكش، عاودي لنا على هذا الحدث المغربي هنا في الامريكان. انا شحال هادي وانا باغي ندي صحابي يسافروا معايا المغرب، وبالضبط مراكش. جي ديسيدي باش ندير هاد الفاشن شو مراكش باش نوري لهم الموضه المغربيه، ودرت لهم اون امبيونس 100% مراكشيه، وكانت ان اكسبيريونس مزيانه ليا كار شون ستيليست ماروكان في لوس انجلوس. واش الكوليكسيون ديالك مغربيه ولا عالميه بلمسه مغربيه؟ لا كوليكسيون ديالتي هي ان كوليكسيون المراه مودرن، سواء في المغرب سواء في العالم كله، ولكن توب مغربي تنجيبو من مراكش، ولا توش مغربيه دايرينها المعلمين مغاربه في المدينه القديمه ديالنا، والناس في الامريكان عزيز عليهم لا توش مغربيه. بجانب تصميم الازياء انت تتابعي الدراسه ديالك العليا، كيفاش توفقي بينهم بجوج؟ هي ماشي سهله ندير دو شوز اون ميم طون، ولكن كل شيء في امريكان سهل. تيخلوني ندير لا مود بنهار، و تنوجد الدبلوم ديالي ام بي اي بالليل، وداكشي اللي تنقرا اللي هو اون ريلاسيون افيك لا جيرونس دي سوسيتي، دونك داكشي اللي تنقرا بالليل تنطبقو بنهار. الاب ديالك رسام وكاتب كبير، ماحي بنبين، شنو يمكن لك تقول لنا عليه؟ انا مي باغون بجوج هم كبروني في العالم الفن ولا مود. منين كنت صغيره تال دابا فاش تنكون في مراكش تنمشي مع بابا في لاتولي ديالو باش نرسم معاه. دونك اوجوردي هاد الشيء اللي وصلت له كله بالفضل ديالو، ومازال كل نهار تنتعلم شي حاجه جديده من عنده. شنو
النصيحه ديالك للشابات المغربيات اللي باغين يديروا فحالك وينجحوا في عالم الموضه هنا في امريكان؟ الامريكان كلشي يمكن ينجح فيها، ولكن خاصك ديري الخطوه الاولى وما تخافيش من الفشل، لان انت باقا صغيره وغادي تسقطي وغادي تنجحي، المهم انك غادي توصلي. مينا بين بين، شكرا على المعلومات كلها، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق في المسيرة ديالك هنا في عالم الأزياء في الأمريكان. مشاهدينا شكرا لتتابعكم هذه الحلقة، ونلقاكم موعد جديد الأسبوع الجاي مع ضيف واحد آخر. إلى اللقاء.